أداء المنتخب امبارح. هو بالنسبة للرؤية الفنية لأداء المنتخب لم تصل إلى المطلوب. المنتخب لديه كثير من اللاعبين سواء المحترفين أو سواء المحليين. ولكن أداء أمام منتخب ليبيا كل الاحترام للمنتخب أداء لا يلقى أي إعجاب مشاهد كرة. يعني لا خطة لا تكتيك أداء برعونة يعني أن يأتي هدفا في دقائق كثيرة كرة عشوائية هذا لا يعني أن مصر أو منتخب مصر سيحقق المطلوب في الأوضاع السابقة. المنتخب ما لعبش أصلا على المنتخب وإن الناس عظمها محترف بره على الأداء ده كده ما فيش منتخب أصلا. انت بتلعب على ملعبك والماتش يعني معلش منتخب الشبه قوي ان احنا نطلع بالاداء دوت والجول يجيب بغلطه من المدافع مش جمله تكتيكيه حصلت وبتاع بس هو الماتش يعني كان في اوله يعني شبه استحواذ كويس وفكره ايهاب جلال اللي احنا متوقعين ان هو يلعب بيه هو اللي بيتم ما اتظبطش اصلا قدامه فتره ولا ثلاث اربع اشهر لغايه ما يتظبط لسه دي فرق من المدرب الأجنبي اللي بيدرب المنتخب ودي فرق من المدرب الوطني. لا متوسط يعني ما بين البنين يعني هو بداية كويسة هنقول بداية يعني مشجعة إلى حد ما يعني بس في فرق أقوى من كده بقى يعني إحنا عايزين مثلا نشوف مصر مع السنغال زي ما خرجتنا مع أفريقيا كده عايزين نشوف مصر مع الكاميرون مع ده مع ده ماليش هدف ماليش هدف على الأول لو ما كانش ليش هدف اللي فاتت ماليش هدف الأداء لسه أنت ما تقدرش تحكم على المنتخب دلوقتي المنتخب ده قدامه فترة بعدين هم كلهم بيجينوا محمد صلاح، محمد صلاح وسط أربعة يجينوا طبعا يعني محمد صلاح وحش ما عندناش كورة القدم حتى يعني هو معاك الأهداف ستة وموضوع الأداء ده إن شاء الله يعني معاك الأهداف كده وكيل كتير من شخصية المنتخب وشخصية اللعيبة والمستوى بتاعهم إن شاء الله مع الاستمرارية مع التدريب وكيل كتير من التعسف أداء باهت ايوه بس هو لسه يمكن قدام يتطور بس حاليا الموضوع صعب يعني كل الماتش يعني نقول نسبة 40 50% كتير قوي لسه ليها مخطر ما بانتش كفاءة التدريب ما بانتش المستوى برضه اللياقة لسه مش هو بس مصر محتاجة أكتر من كده يعني كان في أداء كويس امبارح بس يعني ضربة الحظ اللي جت من اللاعب بتاعنا يعني جاب جون كده معانا وربنا عداها معانا على خير بس لازم المره الجايه التشكيل بتاعنا مظبوط شويه والاداء يكون احسن. انطباعك عن ايهاب جلال في اول مباراه؟ هو كويس هي اول مباراه ليه مش هينفع نحكم عليه. اول مباراه مستحيل تحكم عليه من اول مباراه. هو كاداء مبدئي لايهاب جلال اول ماتش فاللي هو الطبيعي ان احنا ما نحكمش عليه. والله بص ما تحكمش على واحد من الماتش. عايز تحكم عليه اديله يعني خمس ست اشهر مع المنتخب او سنه بعدين احكم عليه. هو راجل فنان كوره بتاع كوره بس هو عايز وقت. ايهاب جلال ان شاء الله ربنا هيكرمه كده ويعمل حاجه للمنتخب احسن من الاجانب. ايهاب جلال مش مدرب ده حقيقي وكان يستاهل بطاقه العشره شوفوا نتائجه ايهاب جلال نجح مع المقصه فقط اما فشل في الزمالك فشل في الاسماعيلي ايه يعني ما يطلع الاسماعيلي الاسماعيلي فرقه عظيمه ايه يعني ما كان متعسف شويه وخلاه قاعد في الجو وخلاه خد بطوله في الجو لسه ما خدش الفرصه ان هو يعمل حاجه مع المنتخب وما اعتقدش ان هو هيبقى مؤثر شخصيه وكتاريخ ذاته مع نادي المنتخب في الكوره المصريه فما توقعش ان يكتب اللي حصل دلوقتي.